التي تعم الساحة العربية أو تخص الشارع العربي. نعم، شكرا جزيلا لك من دبي عبر سكايب موفد قناة النيل للأخبار إلى دبي منذر أبو دوح. تستأنف اليوم محكمة جناية القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الجلسة السرية في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادة جماعة الإخوان في قضية أحداث قصر الاتحادية. يحاكم الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر عام 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر عام 2012، والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وقد أسفرت أحداث الاتحادية عن مقتل 10 أشخاص. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أكاديمية الشرطة مراسل النيل عمرو عبد العزيز. عمرو، كيف تتابع وقائع جلسات استئناف محاكمة مرسي وآخرين في أحداث قصر الاتحادية؟ نعم شروتي، يعني حتى هذه اللحظة لم تبدأ الجلسة بعد، ربما تبدأ بعد دقائق قليلة من الآن. يعني الآن هي الاستعدادات لبدء هذه الجلسة، التكتلات الأمنية المتواجدة في الخارج والداخل. عمرو، فقدنا الاتصال مع مراسل النيل عمرو عبد العزيز وسنعاود الاتصال به لاحقا. معكم نستكمل بقية بينا، حيث تصدر اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها في الدعوة التي تطالب بوقف أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. كان أحد المحامين قد أقام الدعوى القضائية ضد الرئيس المستشار عدلي منصور لمطالبته بوقف أعمال اللجنة العليا للانتخابات، موضحا أنه لا يمكن انتداب أعضاء المحكمة الدستورية في أعمال قانونية أخرى. كما تنظر المحكمة نفسها دعوى تطالب بإلزام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومدير مصلحة الأحوال المدنية بتغيير وظيفة المرشح لانتخابات الرئاسة المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق في بطاقة الرقم القومي. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من محكمة عبدين مراسلة النيل نشوى صالح. نشوى، هل بدأت بعد جلسة النطق بالمحاكمة في دعوة مطالبة وقف أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟ تحياتي لزميلة شروت ولمشاهدي النيل في كل مكان. بالفعل بدأت الجلسات في تمام الساعة 9:30، إلا أن هذه الدعوة اليوم كما ذكرتي هي منظورة للحكم، وبالتالي يكون الحكم في نهاية الجلسات. دعني أذكر أمرا هاما على وجه التحديد شروت، لأن هذه الدعوة أقامها بالطبع أحد المحامين، وقد رفعها واختصم فيها كل من رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي والحالي المستشار عدلي منصور. استند رفع الدعوة إلى أن تكوين اللجنة العليا للانتخابات ليس له أصل في الدستور الحالي أو السابق، وأيضا أنه لا يمكن انتداب أعضاء المحكمة الدستورية في أعمال قانونية. دعيني أذكر شيئا هاما أو في غاية الأهمية، أنه بالرجوع إلى مواد الدستور المصري الذي أقره المصريون في العام 2014 كاستحقاق أول لخريطة الطريق، نجد أن المادة التي تنظم الإشراف على الانتخابات، وهي على وجه التحديد المادة 210، نصت على وجود هيئة وطنية للانتخابات بالفعل، ووضعت اختصاصاتها التنفيذية، ولكن المشرع في الدستور استثنى في فترته الأخيرة ما نصه يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، ودعيني أضع قوسين أي حتى العام 2020 تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وبالتالي فإن المشرع لم يحدد أو يستثني أي من الجهات القضائية بما فيهم أعضاء المحكمة الدستورية، وبالتالي فسننتظر حتى نهاية الجلسة لنرى الحكم، هل سيتم رفض الدعوة أم سيتم الحكم بعدم الاختصاص. والدعوة الأخرى التي ذكرتها أيضا هي نفس
هي نفس الدعوة. الدعوة عجيبة الشكل والمضمون، حيث طالب المدعي في دعواه وزير الداخلية ومدير مصلحة الأحوال المدنية بتغيير وظيفة المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي. أيضا استند في دعواه أن في البطاقة مذكور الرقم القومي قائد عام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي سابقا، بما يعني وجهة نظر المدعي أيضا أن الصفة الأولى ما زالت ثرية وهي القائد العام للقوات المسلحة. وبرجوع للدستور وخاصة المادة 201 تنص على الآتي، أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي وبنص الدستور إن كل من يتعين وزير الدفاع فهو أيضا قائد عام للقوات المسلحة. وكلمة سابق إذا كانت وزير دفاع سابق هي أيضا بالتبعية تعني قائد عام سابق للقوات المسلحة. دعينا ننتظر أيضا الحكم في هذه الجلسة، وسوف أعود إليكم في حال صدور الحكم. إليكي. شكرا مراسلة النيل نشوى صالح، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات الشأن الليبي نتحول، حيث أكد القائد السابق للقوات البرية اللواء خليفة حفتر أن هدف عملية الكرامة التي تشنها القوات العسكرية الموالية له منذ يوم الجمعة الماضي هو تطهير ليبيا من المتطرفين وجماعة الإخوان. توعد حفتر بتقديم كبار مسؤولي المؤتمر الوطني العام البرلمان المؤقت والحكومة وجماعة الإخوان للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الشعب الليبي خلال فترة توليهم السلطة. يأتي ذلك بينما أعلن قائد القوات الخاصة في بني غازي أن قواته انضمت إلى القوة شبه العسكرية التي يقودها حفتر، مؤكدا انضمامه للمعركة التي يخوضها الجيش الوطني الليبي بكل أفراده وأسلحته. أغلقت المملكة العربية السعودية والجزائر سفارتيهما في ليبيا واستدعت جميع أفراد طاقمها الدبلوماسي، فيما زادت الولايات المتحدة عدد مشاة البحرية والطائرات التي ترابط في صقلية والتي يمكن استدعاؤها لإجلاء الأمريكيين من سفارتها في طرابلس إثر تردي الأوضاع الأمنية. يأتي ذلك بينما أفاد بيان صادر عن الحكومة الليبية أنها طالبت البرلمان بوقف عمله لحين إجراء الانتخابات العامة المقبلة بعد التصويت على ميزانية عام 2014 وإعادة انتخاب رئيس الوزراء. استمرارا لمسلسل الانفلات الأمني في ليبيا عقب سقوط نظام معمر القذافي قبل 3 أعوام، جاءت مجددا عملية اقتحام مقر المؤتمر الوطني العام البرلمان في العاصمة طرابلس على يد مجموعة مسلحة يقودها اللواء السابق بالجيش خليفة حفتر. هذه العملية لم تكن الأولى من نوعها، حيث تعرض مقر البرلمان لهجومين مماثلين في شهري مارس وإبريل الماضيين. وبالاتجاه شرقا حيث مدينة بنغازي، فقد شهدت في الآونة الأخيرة ثاني كبريات مدن ليبيا مواجهات عنيفة بين مقاتلين وبين مجموعة تطلق على نفسها الجيش الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر. المراقبون يرون الاشتباكات الراهنة في أنحاء متفرقة بليبيا نتيجة لفشل الدولة المركزية في قيادة البلاد، فيما تحاول القوى السياسية والمجتمع المدني لملمة الأوضاع، معتبرين أن حالة الانقسام السياسي الحاد في ليبيا ساهم في تدهور الأوضاع الأمنية. وأمام هذه المعضلة التي تهدد كيان الدولة، طلب خبراء ومحللون القوى السياسية في ليبيا بضرورة نبذ الخلافات والاصطفاف صفا واحدا من أجل عبور هذه المرحلة الاستثنائية بكل ما تحويه من مخاطر عديدة يمكن أن تقود الجميع إلى حافة الهاوية. من جانبها طلبت الأمم المتحدة اليوم جميع الأطراف في ليبيا بالوقف الفوري للأعمال العسكرية ومعالجة الخلافات بالوسائل السياسية بعيدا عن العنف وتهديد أمن البلاد أو المواطنين. أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يون سمال عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف التي تشهدها البلاد حاليا، لا سيما الاعتداءات على المؤسسات الرسمية وترويع المواطنين. دعت البعثة الحكومة الليبية إلى المعالجة الفورية والسريعة لحالة الانفلات التي تشهدها البلاد. في شأن عربي آخر، قال جهاز الأمن الوطني السوداني في بيان له إنه نشر 3 ألوية من قوات الدعم السريع في محيط العاصمة الخرطوم، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا توجد تهديدات أمنية تستهدف العاصمة. تأتي تلك التشديدات الأمنية على خلفية اعتقال السلطات السودانية لزعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي عقب تصريحات أطلقها مؤخرا تهم فيها قوات الدعم السريع بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين خلال العمليات العسكرية.
قال زعيم حزب الأمة القومية المعارض الصادق المهدي على خلفية تصريحات أطلقها الأسبوع الماضي اتهم فيها قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن الوطني بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال العمليات العسكرية التي تشنها ضد المتمردين في دارفور وجنوب كردفان، فاتهمته نيابة أمن الدولة بمحاولة تقويض النظام وإحداث الفتنة بين القوات النظامية. رد فعل حزب الأمة القومية على اعتقال زعيمه تمثل في إعلان تعليق مشاركته في الحوار الوطني مع المطالبة بالإفراج الفوري عن الصادق المهدي. يستنكر حزب الأمة هذا الإجراء ويطالب بإطلاق سراح الإمام الصادق المهدي فورا. الحزب الحاكم والمؤتمر الوطني عقد مكتبه السياسي اجتماعا طارئا خرج بعده لينفي وجود أي ظلال سياسية لاعتقال الصادق المهدي، واضعا الأمر في مسار قانوني محض. هو ليس اعتقال سياسي، هو مواصل التحري في البلاغ السابق، ريثما الأجهزة المختصة تكمل تحرياتها حول هذا الموضوع سيتم تحويل البلاغ أو القضية كلها إلى المحكمة. ومهما يكون وصف ما جرى للصادق المهدي توقيف أو اعتقال، لكنها لا شك خطوة ستوقف عجلة الحوار الوطني. يجب أن لا يعود الناس القهقرة إلى عملية التصريحات المستفزة للحكومة وأفعال الحكومة التي تستجيب إلى هذا الاستفزاز، لأن واضح أن هذه العملية تضر بمناخ الحوار وبعملية الحوار. وقد زاد الموقف إرباكا إصدار جهاز الأمن الوطني مساء الأحد بيانا أعلن فيه نشر 3 ألوية من قوات الدعم السريع التابعة له في محيط العاصمة بوضع استعداد تام، مع تأكيده على عدم وجود أي مهددات أمنية تستهدف العاصمة الخرطوم. بنظر المراقبين فإن خطوة اعتقال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي الذي كان أكثر المعارضين انفتاحا وحماسة للحوار الوطني ربما تعبر عن تيار داخل الحزب الحاكم رافض للحوار الوطني ونتائجه المحتملة. خالد هاشم، النيل، الخرطوم. أفاد ناشطون سوريون بأن قوات المعارضة السورية قامت بقصف مقر حكومي داخل مطار دير الزور العسكري شمال شرق سوريا باستخدام قذائف هاون خلال تبادل لإطلاق النار بينهم في محيط المطار. على صعيد متصل، تتبادل قوات المعارضة إطلاق النار مع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق داعش في ريف دير الزور الشرقية. في غضون ذلك شن الطيران السوري غارات على عدة مدن في ريف دمشق، وألقت الطائرات براميل متفجرة على بلدة داريا وزبادي والملحية والغوطة الشرقية. ختاما هذا تذكير بأهم ما جاء بنشرتنا من عناوين الأخبار: استشهاد 3 مجندين في هجوم إرهابي لمجهولين أطلقوا النار على قوات الأمن بمحيط جامعة الأزهر. تواصل عملية فرز أصوات المصريين بالخارج بعد انتهاء التصويت. اللجنة العليا للانتخابات تؤكد تجاوز أعداد الناخبين ل 315,000 شخص. انضمام القوات الخاصة بالجيش الليبي للواء متقاعد خليفة حفتر في حربه ضد الإرهاب في بني غازي. ختام النشرة بعد قليل، وفيكم بقراءة في صحف القاهرة وصحف العربية والصحف العالمية الصادرة اليوم. ابقوا معنا.